فإذا كان الداعية على دراية وعلم بما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعطته دافعا إلى أن يستمر في دعوته إلى الله عز وجل دون أن يلتفت بسمعه ولا بقلبه إلى ما يقال فيه من الجنون أو التزمت أو التعنت أو ما شابه ذلك، فإنه سائر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ وحذر وأنذر عليه الصلاة والسلام كانت العاقبة له، فكذلك كل داعية يسير على ما سار عليه الصلاة والسلام فإن النجاح والتوفيق يكون حليفه بإذن الله تعالى. ولذا لا يستوحش الداعية إلى الله عز وجل من أن يقول الحق في أي مكان كان، مراعيا في ذلك الحكمة ومراهيا في ذلك ما يترتب على هذه الدعوة من مصالح ومفاسد. ولا يمكن أن يصل الداعية إلى مثل هذا الأمر إلا باطلاعه الواسع على سيرته عليه الصلاة والسلام، فهي الهدى والنور. لا يعني أن يسكت عن الباطل، وإنما يدعى إلى الله عز وجل، لكن الطريقة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.